مساكم الله بالخير. بسوي خلطة حق العرايس، عرايس اللحم. أنا طريقتي أن أخذ لحم غنم كيلو مع بصل كلش ناعم، يعني أشبه بالمبشور، بقدون. بعد ما أضفنا حق اللحم البصل والبقدونس، راح أضيف له طماطتين تقريبا، أوكي، وأحرسهم كلهم مع بعض، وراح أحط عليه دبس الرمان. اوكي، دبس الرمان وايد يعطي طعم. بعد دبس الرمان راح اضيف شويه بابريكا وملح وفلفل اسود، وبس كذي تصير العرايس خلصت. راح استخدم هذه المهراسه اخلطها عدل، اوكي، وبعدها راح احشيه بالخبز. لبناني بس السميك مو ضعيف افضل. وادهن بزيت زيتون، احشيه حشوه العرايس ونشويها، تبون بالفرن تبون على الفحم، انتوا براحتكم، بس جربوها تعجبكم. اللحم استوى، طبعا انا دهن الخبز زي الزيتون من برا، وهذا عشان تصير شنو كريسبي. هذه وصفة العرايس، جربوها راح تعجبكم ان شاء الله.